Чайф ТВ. بالماضي كان العرس التقليدي اللي هو الترديشنال ويدينج، وبالحاضر تطور وتغير. بالماضي كانت الألوان والنقشات تدل على كل قبيلة وعلى كل عائلة، وكانت العروس تتزين بكل الذهب والمجوهرات لتبين عن فرح أهلها وفرح العرس. هلأ العرس الترديشنال صار بسيط أكتر، صار سيمبل أكتر. خلينا نشوف كيف بدنا نركب هالماضي مع الحاضر. فستان العرس التقليدي بأيامنا هلأ صار مثله مثل أي فستان عرس. أول شيء أكيد اللون الأبيض هو كتير مهم. ثانياً دائماً الشغل أكتر شيء بيكون على منطقة الصدر حد منطقة القلب، يلي ولما مع المجوهرات بتعمل انعكاس على الضوء. دائماً عندنا البادي اللي هو بيجي ضيق، وبعدين القصة بتبدأ من الورك أو من الخصر إجمالاً حسب كل عروس، حسب جسمه وحسب القياس تبعه. دائماً كمان التنورة فيها أفكار إجمالاً، اليمين مش مثل اليسار، قدام مش مثل ورا، أو في كتير حركات بالتنورة. يعني إذا كنا من فوق عم ناخده very simple مثل ما شايفينه، من تحت عم نلعب بالقماش أكتر، عم بيكون في interaction ما بين قماشتين مع بعض مثل ما شايفين هون بالدونتيل مع التول. وطبعاً ركبنا ليزر كات فلاورز، حطينا كريستال بطريقة توزيعية، يعني الفستان في لمعة من فوق، في لمعة بالنص، في لمعة من تحت. دائماً بالتراديشنال ويدينج مش بس إنه في نسبة لمعة متوزعة على كل الفستان، بل كمان عناصر اللي عم بتكون موجودة مثل الخرز الفضي مثلاً، هذا كتير مهم على بيدل على الطابع الشرقي. حركات مختلفة إن كانت بالدونتيل الحواشي ولا كانت ورود موزعة مثل الباقات على الفستان، كمان هيدي بتعطي تاتش عصرية للفستان. المميز فيه بالتراديشنال ويدينج إنه دايماً فستان العرس سيمبل إليجنت، في روكي وبنفس الوقت محافظ على جماليته، يعني كله ماتشينج مع بعض. إذا عملنا فكرة من تحت من فوق لازم يكون سيمبل، بينما إذا كانت الفكرة من فوق لازم من تحت يكون سيمبل أكتر. دائما بيكون بالفستان التراديشنال عنا تناسق ما بين الصدر ما بين الظهر، وطبعا بالظهر لما نحكي بالظهر نحكي بالتكملة اللي هي الديل. حلو إنه الظهر يعطي ديل معه، بس مش شرط إنه يكون الديل كتير طويل، ممكن يكون معتدل. وكمان في عليه توزيع، مثل ما يكون في عنا قدام توزيع كمان عنا توزيع من ورا. أما بالنسبة للطرحة فيها تكون مثلا نص حجاب، فيها تكون حجاب كامل، فيها تكون طرحة طبيعية عادية مثل أي عروس، ممكن تكون طرحة قصيرة لتحت الخصر، مثل ما ممكن تكون طرحة طويلة تغطي الديل. هذه هي فكرة فستان الترديشنال، فستان pure traditional.